الجائزة الثانية مش لممثلة من زمن الفن الجميل فقط، هي ممثلة، هي الفن وهي الجمال وهي الرومانسية. مين منا بينسى الوسادة الخالية مع عبد الحليم حافظ؟ مين ينسى عيونه على الشاشة المصرية وحضوره الكبير والمعلم بكل قلوب بالوطن العربي؟ لبنى عبد العزيز بياف آيكون، أهلا وسهلا فيك بلبنان بعد كل هالمسيرة الحافلة بالنجاحات والذكريات اللي انطبعت فينا من خلال أعمالك وحضورك على التلفزيون وعلى الشاشات. يا هلا فيك. فاكرينك قوي. انتوا بلد الكرم والنضال والحرية والشجاعة. احنا موجودين في مكان يعني تاريخي لا يمكن انساه ابدا، والتكريم ده مش اول تكريم. دكتور ميشيل فاكرني وبيكرمني للمرة التانية عشان انتوا ناس كرماء، ولبنان أخدت مكان في قلبي ومقفول عليه بالمفتاح، وحتفضل دايما لبنان حبيبة قلبي. اليوم ده مش هنساه أبدا لغاية بقيت عمري اللي فاضل. أشكركم جدا. الله يطول بعمرك. شكرا السيدة الممثلة العظيمة لبنى عبد العزيز.